وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم فنان الجرافيتي بكيل حسن. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم بكيل. أهلا وسهلا فيك أختي فنان، صباح الخير. الله يحييك الله يحييك بكيل. بالبداية نحب نتعرف عليك عن قرب أكثر، من هو بكيل حسن؟ بكيل حسن عبد الله شمس الدين، من مواليد صنعاء. بدأت الفن من حواري صنعاء، مثل ما يقولوا في كنت على الجدران، يعني أشوف أي جدار أبدأ أكتب وأرسم فيه، ومن هنا بدأت. جميل. طيب احنا استضفناك اليوم كما قلت انت بصفتك فنان جرافيت، فلو تعرفنا باختصار على هذا النوع من الفنون. هذا النوع من الفنون هو الخط العربي بس بتشكيل او بنمط حديث، تشكيل الحروف العربية سواء كانت برسومات او بتكوين معين. طيب عشان نعرف أكثر ما تقصده نروح نشوف مجموعة من أعمالك ونرجع للقاء. طيب تفضل. رائع جدا بكيل. بكيل، لكن لو تعرفنا أكثر إيش هي الأدوات اللي تستخدمها في هذا الفن؟ الأدوات اللي استخدمها في هذا الفن بس الفرشة والأقلام الخط العربي، وأكثر شيء أنا ممكن متميز فيه هو كتابة الخط العربي بالماوس على برنامج الإلستريتر. تستخدم برامج أيضا؟ استخدم برامج، منها برنامج الستريتر وبرنامج البرو كرييت على الايباد برو. جميل. طيب انا سمعت او قرات انه من نهايه التسعينات بدات شغفك هذا، كيف تعرفت عليه؟ نعم. ووصلت لهذا المستوى اليوم؟ في البدايه الوالد الله يحفظه كان دخلني معهد خط عربي من الاستاذ محمد البغدادي في صنعاء. ومن هنا كانت، لانه كان دائما يشوفني اخذ الاقلام واكتب في اي مكان، يعني ممكن وسخت لهم البيت، الجدران، الفرش، كنت اكتب في اي مكان، اي سطح كنت اكتب عليه. جميل. ومن هنا كانت البدايه، وكذلك القراءه، كنت شغوف بالقراءه جدا. لا. وكنت اتابع الفنانين والخطاطين، من ضمنهم الخطاط ناصر النصاري، ايقونه الخط العربي في اليمن ما شاء الله. جميل. طيب معروف أن الفنان ما يتوقفش عند مستوى محدد، أنت كيف تطور بالضبط نفسك؟ إيش اللي تعمله عشان تطور مستواك دائما؟ الاطلاع أهم شيء. إذا واحد بيتم زي ما هو بنفس المستوى، العالم بيتقدم سواء بالأدوات أو بالأفكار أو بالفن بشكل عام. فالاطلاع هو أهم شيء. بدأت أطور نفسي من الخط، بدأت أدخل عالم التصميم، من الأدوات العادية بدأت أدخل عالم التصميم. أنا حاليا أعمل كمدير فني في إحدى المؤسسات القطرية ومصمم جرافيك في نفس الوقت. جميل. يعني مش بعيد عن تخصصك. أي مش بعيد عن تخصصك تقريبا. هذه من الحالات النادرة اللي أقابلها شخص فنان ويعمل في الوظيفة متعلقة بفنه، فهذا جميل جدا. تفضل. واصل. جدا ممتع. بس هذا هو، يعني التعلم والتطوير اولا باول، ونشوف ايش العالم وين وصل في هذا المجال، فنبدا نتعلم فيه ونستخدم البرامج الجديده اللي نزلت، لانها تسهل العمل وتقرب الافكار مثل ما يقول. رائع. طبعا احنا شفنا في الصور، في مجموعه الصور هذه شفنا مجموعه اعمالك، لكن هل لديك مشاركات او معارض اقمتها سواء داخليا؟ نعم. او خارجيا؟ المعارض، نعم، عندي معرض في قطر في لندن، كان آخر معرض اشتغلت عليه في أقمته في لندن في بريكلين في معهد أرت إن مايند. جميل. أنت أكيد كان معك جولات كثيرة، في هذه الجولات كيف تقيم تفاعل الجمهور معك؟ وأي جمهور تحسه يميل للخطوط العربية أكثر؟ الجمهور الغربي اكثر من يبهر بالخط العربي. الجمهور الايش؟ التركي.
لا الغربي، الغربي بشكل عام يعني الأوروبي ممكن الغير غير العرب، غير العرب، العرب لأنه ممكن متعودين على فن على الخط العربي. الغرب هو شيء جديد عليهم، مش الخط، الكاليغرافي. الكاليغرافي اللي هو تشكيل الخطوط بأنماط معينة. جميل. طيب لو تحدثنا عن جوائز حصلت عليها. جوائز للأسف للحين ما في أي جوائز، إن شاء الله قريبا. صار تكريم من 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 قطر، لأني اشتغلت على أيقونة قطر العز تميم المجد. جميل. بداية الأزمة كانت أيقونة قطر العز تميم المجد هي الثانية بعد لوحة الفنان أحمد المعاطي، لوحتي كانت اللوحة الثانية. في مسابقة للخط تركية معروفة، يعني أتمنى أنك تدور عليها وتشارك فيها وتحصل على الجائزة الكبرى كمان فيها. طيب إن شاء لو تكلمنا إن شاء الله إن شاء الله نتمنى ذلك. لو تكلمنا عن آخر أعمالك الآن. آخر أعمالي كانت كان مشروع غزل يمني، غزل يمني، مشروع أهديته للوطن مثل ما يقولوا، نعرف العالم باختلاف الفن واختلاف الغزل واختلاف اللهجات في اليمن. هذا المشروع كان عبارة عن جمل غزلية من كل محافظة، جمل غزلية مكتوبة مع رسومات لكل محافظة في اليمن. رائع. طيب بكيل طموحك بعد 5 سنوات فين تشوف بكيل؟ بعد 5 سنوات إن شاء الله أكون من الفنانين المعروفين عالميا إن شاء الله. إن شاء الله. وأتفرغ للخط. جميل. طيب أنت قبل أو في واحدة من المكالمات أنت قلت لي إنه هذا الفن هو نادر، نصيحة تقدمها للشباب المبتدئين في نفس هذا المجال؟ عفوا؟ أنت قلت إنه هذا المجال نادر أو هذا الفن نادر، فلو في معك نصيحة تقدمها للشباب المبتدئين في نفس مجالك؟ يخرجوا عن المألوف بس. يخرجوا؟ عن المألوف. جميل. لأن المألوف دائما أنا أقولها، جد لك مكانا في القمة ففي القاع. ازدحام شديد، يعني الخطاطين كثير جدا، المتميزين قليل. ما هو سبب التميز؟ انه خرج عن اطار المألوف وبدا يبتكر اشياء وانماط خاصه فيه. جميل. الفنان الجرافيتي بكيل حسن، اشكرك جزيل الشكر، اتمنى لك كل التوفيق.